ميرسي. ثانك يو. شفتي حاطينهم حدنا ايوه مبسوطين فيهم ليجو اول الالوان شفتي شو حلو, حلو. كتير حلو. هيك لازم تكون بيئتنا اكيد مليانه بالالوان حلوه كثير حلو شو حلو العيد ايه حلو حنحكي عن الايكو فريندلي كريسمس تري مزبوط يعني نحن هلا بنص الاعياد وهيك وكل العالم عم يشتروا سابان نويل سو السؤال اللي على طول بينطرح هو مزبوط انه نحن نشتري كريسمس تري طبيعيه احسن من انه نشتري كريسمس تري مانا طبيعيه ولا لا انه هيدا هو الموضوع اللي كنت حابه احكي فيه اليوم بس حتى نعرف اذا عن جد اي وحده احسن وقديش لازم نستعمل كل وحده منهم حتى فريما يكون الامباكت تبعنا خفيف كثير على البيئه اوكي هلا مننا اكيد السابانات الموجودين بلبنان في تو ديفرنت تريز يعني شجرتين ديفرنت هلا بنشوف صورهم يلي هن الابيسيا يلي هن الابيس نورمانديانا نعم. هول يلي شايفينهم هون بهالصوره اكيد اثنيناتهم كثير منيح واثنيناتهم يعني موجودين بالسوق اكيد بيجونا من برا يعني نعم. اكيد هول منهم لبنانيه الشجرات بيجوا من برا شو الفرق بيناتهم يلي على شمال اوريدي هي بتكون ارخص اللي على شمال هي جايه من اوروبا وبدها وقت قليل حتى تكبر يعني بدها 8 سنين تقريبا حتى نحن نقدر نشتريها أوكي. بينما الثانيه اللي حدها بدها اوريدي يعني 10 سنين حتى تصير مترين يعني بتاخذ وقت اكثر مشان هيك بتروح اكثر بالعرض اذا بتعبي بس اكثر بتعبي اكثر بتاخذ وقتها مشان هيك بتكون عاده اغلى هلا السؤال اكيد مش الفرق بين الاثنين يعني مش مهم اذا انتم حبيتوا اكثر الابياس ولا حبيتوا الابيسيا اكثر مش هذا الموضوع البيئي موضوع البيئي اهم شيء اذا انتم رحتوا صوب الشجره الطبيعيه انه ننتبه اذا الشجره عم بيبيعونا اياها مع شلوشه ولا بلا شلوشه اوكي اوكي سو نحن بنروح على المشتل بقول له انا على بالي اشتري سابان دو نويل طبيعيه بتطلع انا على الشجره بشوف اذا هو عم يبيعنا اياها بقلب بو ولا برات بو نعم. هلا بنشوف صور بنشوف كيف الشجره بتنقص بطريقه عشوائيه اذا بلا شلوشه اكيد هيدا اكيد بدها تموت بعد شهر مما نحن نستعملها يعني اكيد ما عندها تشانسز وللاسف الشديد رح نرجع نكبها مزبوط بدنا نكبها هلا اكيد بتكون منيح اذا نحن استعملناها اكيد احسن من البلاستيك هلا بنحكي ليش بس اذا نحن هي بدها تموت لازم نحن يعني نجرب نعطيها حياه ثانيه يعني بعد أوكي. ما هي تموت يعني يما نقصها نحطها على البويات تبعنا لانه بتساعد كمان المي انه تمشي مزبوط بالتربه انه تتهوى او انه نحطها حطب بالشمينات نستفيد منها نستفيد منها مش انه بس نكبها بطريقه عشوائيه وما بس مش حرام انه القصه وهي خضراء انه مرتاحه هي مطرح ما هي ما هي هون الفكره العالم دغري يعني هيك بيقولوا كيف انا بدي اروح انه خلي حدا يقص شجره وما تنيا هن بيفكروا انه هي هيدا الشغله مأذيه بس هي مثل كانه انا عم باكل خسه أوكي. يعني حدا زرعها بقلب محل فارم يعني زرعها كرمال هيدا البيربس يعني انا مش عم قص وحده بمحميه طبيعيه انا هن عالم عم بيزرعون بقلب مشاتي الكبيره هلا كمان بنشوف صور كيف ولكن هذا الشيء بيصير بامريكا بيصير باوروبا هل بيصير باوروبا نحن عنا هذا لا نحن ما عنا حدا بيعمل سابان دو نويل بس نحن بنجيبه من برا بس اوريدي يعني حتى نشوف الفرق انا وقت اللي بخلي هيدا الشجره 10 سنين بقلب الارض حتى تكبر هي وان عم تاخد السي او 2 عم تعطينا اكسجين هي عم بتساعد التربه اللي هي مزروعه عليها وعم بتساعد الحياه البريه لانه بصير العصافير عندهم محل يقعدوا وغيرهم من الحشرات دونك هيدا كله بوندان 10 سنين انا عم حافظ على الطبيعه اوكي برجع بتنقص هالشجره بينزرع محلها اوكي هلا اكيد كثير مهم نحن نعرف من وين عم تجي هيدي الشجره يعني قد ما نحن قادرين لانه بلبنان شوي فلو مش على طول بخبرونا بس قد ما نحن قادرين نعرف يعني مثل ما انتم شايفين هيدي مزرعه يعني عالم عم يزرعوا فارم يعني بزنس بيعملوها بزنس اوكي للكريسماس تري اوكي مزبوط بعد 10 سنين بيقصوا بيرجعوا بيزرعوا محلهم كرمال بعد 10 سنين ثانيين يعني هي من انا مش عم روح على محميه طبيعيه او على محل هيك لا للاسف الناس عم يستفيدوا عم يزرعون حدا بقلب الجبل بيروح بيقصها للشجره وبحطها بالبيت وبيزينها وبيقتلها هلا اكيد اذا هو قاعد بقلب ضيعه وفي سبا هيدا الشغله ما انا ابدا مأذيه مش هون نحن بنكون عم ناذي البيئه هم يزرع عم ناذي يزرع غيره ونحن بنكون عم إذا أنا عم بقص وبيع أوكي عم بقص وبيع عالم كتير هلا واحد تيتر انديفيديوال سوا لأنه الأشخاص اللي عايشين بقلب يعني بجبال هن عدد سنسيبل كتير على الطبيعة يعني هو بيعرف إنه إذا قص لازم يرجع يزرع ولازم يعود ولازم أوكي يعني بيكونوا أكثر حساسين من العالم اللي بقلب المدينة اللي بقلب المدينة ما كتير بنسأل حالنا نحن إنه من وين إجت الشجرة وليش هيك هلا يعني هي مهم ناخدها طبيعيه اكيد احسن بس بليز ننتبه انه اذا حدا عنده الرجي سفا انه اكيد طبعا عنده اي حساسيه اوكي اكيد هي بدها توقع تهر كتير وبدها تعملنا اكيد مشاكل تنظيف وهيك بس وكمان رح تعوز مي يعني في كتير عالم بيقولوا طيب انا ليش بدي اجيبها وبدي اسقيها يعني عم بصرف بعد مي
للفكرة الأساسية هي إنه البلاستيك بالمقابل، يعني إذا أنا جبت شجرة بلاستيك، إذا أنا قادر استعملها 15 سنة وطلوع، يعني الدراسات برهنت إنه 15 سنة وطلوع بستعمل البلاستيك بتصير هي أحسن من الشجرة الطبيعية. لأن يعني الشجرة الطبيعية بدنا نفكر إن إحنا عم نجيبها كل سنة، كل سنة بدنا نشتري بلاستيك، بدنا نشتري طبيعي. هيديك إذا استعملتها 15 مينيموم بكون أنا عم رد الضرر يلي عملته على البيئة أنا وعم صنعه. ليش؟ لأنه أنا عم صنعه من بلاستيك، عم صنعه من مواد كتير توكسيك، وهي يعني في CO2 أنا وعم جيبها من آسيا. دونك هون هي الشجرة الطبيعية المقصوصة بطريقة عشوائية. هيدي الشجرة رح تموت أكيد من بعد ما إلها شلوش. ما إلها شلوش. دونك أنا إذا اشتريتها بدي جرب أعطيها حياة من بعد ما هي تموت، يعني يما حطها بقلب الشمينية، يما أعطيها لحدا هو عنده شمينية نجرب أو حوالي وقت ما قلت للبلانت مزبوط، يعني يما أنه أتليست ما نكبها بقلب مكب بطريقة عشوائية، نحطها مثلا محل فيها هي تعمل ديكومبوزيسون تبعها، يعني بقلب الطبيعة نستفيد منها. هيدي هي الطريقة اللي أنا بشتري فيها الشجرة بيكون شلوشها بقلبها. أوكي هلا كل هيدا ليش تحت أخبركم؟ أنه بالعالم صار في توعية كتير قوية على أهمية الانفايرمنت حتى بفترات الأعياد، هذا الشيء كتير مهم وعم نلمسه أكتر وأكتر بالمدن برا. دونك هاي الشجرة اللي شايفينها هون هيدي بكوريا بسيول، دونك هن عاملين هيدي الشجرة بطريقة إيكو فرندلي. نعم. كيف عملوها؟ أوكي حطوا الشجرة هن مثل ما هن بدون، بس الأدوية تبعها يعني جربوا يعملوا إمباكت قليل على البيئة. الأدوية تبعها سولر بانلز. ومش بس سولار بانلز، اذا ما في شمس حاطين بيسيكلتات تحت، العالم بيجوا بيعملوا فيلو بيجوا بيعملوا صح بترجع بتضم الشجره، يعني بطريقه انديركت عم يفسرون للعالم انه اذا حابين تشوفوا شيء حلو هلا ولا بعدين لازم تعملوا افورت ولازم يكون رينيوبل انرجيز. بلش نشوف انه بلشوا العالم يقعوا ويوصلوا مسجز كثير منهم بالعالم، مثلا هيدا بالفاتيكان سانت بيتر سكوير. هلا هيدي الشجره اكيد هي شجره طبيعيه وجابوها وحطوها. وين لعبوا على الافتر لايف، يعني وقت اللي بدها تموت هيدي الشجره من بعد نويل رح يروح كل شيء، رح يقصوا الحطب ويبيعوا ويعطوه للتشاريتي، يعني يعطوا مصاري. والزينه تبعها اولاد عاملينهم يعني من قصص رينيوبل وريوزينج وهيك، وحطوا اكيد اللايتس كمان ليد. دونك كله المسج كثير حلو لانه كمان عم يشتغلوا كثير على التوعيه ويفرجوا العالم انه مش مهم بس نحن نحتفل ونكون مبسوطين، مهم نضل نقدر نحتفل على فترات طويله. دونك هون عندنا يو اس اي بايداهو، هون الحلو فيها هيدي الشجره انه هيدي الشجره ما عم بيشلوها، عم بتضل مزروعه كل السنه بس بتتزين على برافو عليهم. دونك هن ما عم ياذوا ابدا البيئه لانه بس يعني عندهم الديكور موجودة. عم بيحطوا الديكوراسيون اللي هي اوكي فرندلي عم بتكون، بس الشجره ما عم بتموت، عم يهتموا فيها كل السنه، بتضل بتزين كل السنه وبتنفعهم كل السنه بلا ما يضطروا انه تموت. حبيت. اكيد هون بدي شدد انه اذا كانت بقلب شلوشه، يعني الشجره نحن اشتريناها مع شلوطه بتضل تعيش بعدين، يعني احسن من انه مشي. اخر شجره معنا دونك هيدي بمدريد كثير حلوه، هون ما بقى في الشجره اللي هي يعني الشجره العايشه، هون عملوا كل الشجره من متل وبلاستيك. أوكي. يعني ريوزينج كلها كل شيء، يعني جاربج عندهم اياه رجعوا استعملوه حتى يرجعوا يخلقوا ديكوريشن جديده ويخلقوا شجره كمان. دونك عن جد هيدي المنتاليتي اكيد انا كثير فرحانه انه عم شوفها عم بتزيد بالعالم، بس كمان نحن لازم بعد تزيد عنا لانه بعدنا ما عم نشوف هيدي البريزنس تبع البيئه كثير عنا. بقلب الجامعات انبلكت الحمد لله، وبقلب المدارس عم نشوف كثير انه عم يعملوا سبانات من كتب من مثلا انانه بلاستيك. دونك الحمد لله عم بتبلش، بس يا ريت بلديه بكفايه كمان عملوا من الانانه أكيد. هلا إذا العالم عم بيعملوا لأنه ما عم نلحق نبرم على كل طبعاً. بليز يبعتوا لنا الصور على الفيسبوك بيج، ونحن بنحب إنه نفرجيهم كمان عن البلديات اللي عم يشتغلوا ريلي بالإيكو فرندلي. حلو، يعني موضوع جدا هيك حلو بالأعياد وضوينا عليه بطريقة مختلفة اليوم معك ديزيري مثل العادة. وشكرا لك على هالمعلومات اللي اعطيتينا إياها.